يلا نسوي لوحة جديدة بالألوان المائية. أول شي بأكبر فرشاة بشحنها ماي وبحط على اللوحة كلها. الحين بهالفرشاة بأخذ الوردي وبدي أحطه بهالشكل. شوف شلون انتشر يونس. بدها اللون ما أدري بنفسجي لو أزرق، شكله بنفسجي. وبحطه في اللوحة بعد. آه تحتاج ماي أكثر. فرشاتنا الدبدوبة تسبحها ماي. أنا بأخذ الحين من الأزرق وبقطع عليهم. هني واضح يحتاج ماي أكثر حق يندمج الألوان. نحطه هنا بعد. الحين بهالفرشاة الصغيرة بأخذ أسود. عقب ما نشف اللون بالأسود بسوي هني لاين. شوف شلون بنزل منه شوي كذي. بالفرشاة الدبدوبة بسوي هني شوي كذي نفس الديتيلز. برجع للفرشاة الصغيرة بأخذ أصفر بسوي دوائر هني، هذا عمليتات. خلاص شوفوا شلون صارت اللوحة، باقي بس أشيل حوالينها.